انت عرفت مكاني هنا ازاي يا سيد يا صهللة؟ عدم المؤاخذة عبد ابني ما يكمرش عني حاجة ابدا. وايه اللي جابك هنا يا سيد؟ مالك يا جدع واخدني سين في جيم كده؟ ده بدل ما تستقبل اخوك الاستقبال اللي يستليق بيه. اوعى تكون فاكر انك علشان ماسك مكاني في مجلس الوزراء اني ممكن اتهاون معاك وانسى ماضيك القذر. صدقني لو كانوا لقوا شبيه ليا غيرك كان هيبقى احسن 100 مرة. يا سعيد السكتينك زي ما انت حتى بعد العمر ده كله. طب يا اخي قدر اني شايل عنك بلاوي. لو كان بايدي كنت رجعت لشغلي في مجلس الوزراء واللي يحصل يحصل. بس مضطر اقبل الوضع اللي احنا فيه علشان مصلحة البلد. طب حلوة كويس انك هارش وقاري اني بخاف على مصلحة البلد. انت عمرك ما فكرت غير في نفسك يا سيد يا صهللة، وكل اللي بتعمله انك بتستغل المنصب بتاعي لخدمة الكباري بتاعك ومصلحتك الشخصية وتطز في البلد. تضيع بقى ولا ما تضيعش مش فارقة معاك، المهم سيد صهللة وبس. زي بالظبط ما انت جاي تستغل الموقف دلوقتي وتضغط عليا عشان اجوز نوارة بنتي لابنك عبده. لسه ذكي ولماح ودماغك دهية زي زمان. طب وايه المشكلة يعني الواد يتجوز البنت وعفى الله عما سلف ونفتح صفحة بيضة؟ انت صفحتك عمرها ما كانت بيضة يا سيد، من ايام ما كنت بتسرق الواجب اللي انا بتعب فيه وتسلمه للمدرس باسمك وتاخد تعبي على الجاهز. ده انت قلبك اسود اوى سعيد. ده احنا كنا عيال يا اخي. اهو القدر برضو شاء انك تسرق تعبي وانا كبير وتاخده على الجاهز. بس انت لازم تفهم المرة دي ان مصير البلد في ايدك، وانت قاعد على مكتب رئيس الوزراء بتهجص وبتلعب بالبلد كورة شراب. انت فاكر من غير مؤاخذة يعني انك انت بس اللي بتحب البلد؟ على فكرة بقى انا بحبها اكتر منك، وبلاها جوازة بيتك من عبده، وبكرة هتشوف سيد صهلالة هيعمل ايه. سلام عليكم. ليه كده سعيد؟ ليه كده يا اخي؟ ده انا شايل روحي على كف عشان احميك يا جدع. تقوم تستخسر فيا سحنة كويسة حتى تقابلني بيها؟ بس ما هو كمان معذور، ما انا ياما زمان عملت فيه. الله، وبعدين هو ليه يعني محسسني ان هو بس اللي بيحب البلد دي وخايف عليها؟ ما انا كمان. اتفتح يا احنا. عنده حق، انا اعمى ولازم افتح. انا ما كنتش شايف غير الكباري والفرفشه والهنس، فاكر ان هو ده بس اللي بيهون على الغلابه. انما دلوقتي عرفت ان الناس محتاجه اللي كان بيعمله سعيد، ان اللي فوق ياخد باله من اللي تحت. وانا دلوقتي بقى في رقبتي 90 مليون غلبان. احنا بلد كلها غلابه، من الغني للفقير ومن السايس للوزير. ياه، احساس صعب قوي يا جدع ان يبقى متعلق في رقبتك احلام 90 مليون بني ادم. ماشي، انا سعيد حسبت لك اني صح، انت كنت بتنزل للناس انما بتشوفهم من غير مؤاخذه يعني بعينيك بس. انا بقى شايفهم زيك بس حاسسهم. أنا جاي من قلب الناس، من وسط الشارع والزبالة وعرق الشقيانين على أكل عيشهم وضحك الغلابة على نكتة تحلي مرارتي اليوم. وإن كانوا محتاجين 5 فرفشة لازم لهم قدامهم 5 جد. أنت يا مدعو اللي اسمك رد، إيه يا راجل العيش اللي أنت مديهولي ده؟ ماله العيش بس يا ست زوبة؟ سمسم. وهو في عيش بلدي بيكون عليه سمسم؟ اما اقول لك فيه يبقى فيه، غيره بقى لحسن قسما عظما ادخلك الفرن مكان. اغيره ليه بس وهو ما فيهوش حاجه؟ انت ليه ما حسسان انك عايش على الطوز؟ طوز. الطوست قال لي، الطوست قال لي انت هتغيره ولا بلعك القفص ده؟ بالراحه بس يا ست زوبه، واللك حق هتخدمي الاصول. اصول؟
اصول ايه عرفة يا خضر انت التاني؟ ده انت بقى تصبر عليا، لسه دورك جاي. مش كفايه الخضار الصدمان العدمان اللي انت بتبيعه؟ دلوقتي بقى صدمان وعدمان؟ ما انت طول عمرك بتطفحيه. طفحت الدم يا بعيد، ده كان زمان وجبر يا الدلعادي، زمان وجبر يا حرغجر. ومن النهاردة ورايح اللي حيهبهب في وشي هدور فيه الطحن واسمعه الشتي ملاح. أعوذ بالله. خلاص يا رد، غيرهولها، خليها نخلص من طولة لسانها. وانتو لسه شفتوا حاجة يا حرام عفنة؟ وديني ما انا سايباكو. تعال هنا منك فوق. الله انا هوريك. يا سيد انتس وديني ما انا سايباكو. والله العظيم انت كمان الشبشي. ماشي يا سيد زوجة، ماشي. خير يا سهلالة؟ ايه اللي جابك مجلس الوزراء يوم الاجازة وجايبني ليه على ملا وشي؟ انا عايز اجتمع بكل الوزراء دلوقتي، كلمهم لي يجوا عزيز. ابعت لهم تكاسي تجيبهم، ولا اقول لك ربع نقلة لمهم شقفة واحدة كده. النهاردة الجمعة، مش هنعرف نوصل لهم. ما تلكش معايا كتير يا عزيز، اعمل اللي بقول لك عليه من سكات، ما تبنبكش معايا. ايه يا سهلالة، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ما تتكلم عدل. انا اتكلم زي ما انا عايز يا عزيز، انا رئيس الوزراء، يعني اعمل اللي شايفه في مصلحة بلدي. نص ساعة الوزراء يكونوا هنا، يا اما هتطق معايا وشكل وزارة جديدة. انا بقول لك اهو. انا ماليش فيه، انا هتجوزك بقى بمزاجهم او غصب عنهم. نو يا عبدو، مش هينفع بجد، مش هينفع اعمل حاجة من ورا بابي. كفاية الظروف اللي هو فيها. وانا عانب، وانا عالم مين يحس بظروفي. يا نور، انا ما بنامش الليل، بعد ما كنت باكل 7 طقات في اليوم بقيت باكل 6 بس. احنا اسفين على الاجتماع الطارئ ده، بس معالي رئيس الوزراء كان مجمعكو عشان يقول لكم. اكتم انت عزيز، انا ليه لسان ما اتكلم. انا ليه لسان؟ بصوا رجالة، انا عايزكم من غير مؤاخذة يعني تصحصحوا معايا. البلد دي لازم حالها يتعدل، بمزاجكو او غصب عنكو هتعملوا اللي انا عايزه، ومحدش يلوك كتير ويقول لي الاليات من غير مؤاخذة يعني، والمحاور والمستعطيات والفيتامينات والكلام اللي ما ياكلش عيش بايد ده. مصر امانة. عارف ان مصر امانة؟ انا عرفت ده، عرفت وفهمت انها امانة. امال انا مجمعكم ليه؟ عشان نصون الامانة. انتوا ما بتأثروش، عارف، بس البلد دي من غير مؤاخذة محتاجة شغل الطقطقين. اديكوا معايا يا رجالة، الناس تعبانة وطهقانة ومحملانا كل تكديرة بيتقدروها، واحنا نستحمل، مش عيب. احنا نشأة لجل ما يرتاحوا. معايا؟ معاك معاك. انا كل يوم حنزل اطبق في وزارة واتابع الشغل بنفسي. اللي حيشوف شغله بما يرضي الله حشيله على راسي ودلعه، وممكن كمان اعمل له سهره في الكباريه ببلاش. كباريه؟ كباريه ايه معاليك؟ الكباريه السياسي يا عمنا، السياسي. ما تصحصحوا كده واصحوا للون. الايام اللي جايه غير كل اللي فات تما، ولا انتوا فاكرين العمليه سهله؟ لا. مساء النور على الوزراء البنور. وده عايز ايه ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ اتفضل يا مستر عبد السميع. اخطف الدال بقى، اخطف الدال، يعني اسمش كده بقى في كل مرة. عبد السميع، عدم المؤاخذة، انا مزنوق في كلمتين مع السيد رئيس الوزراء. بلاش ام الترمبيطة دي. طبعا اذنكم دي يا حضرات، انتوا مش غرب بقى، المجلس مجلسكم. خير يا عبد السميع؟ ايه الزيارة اللي على غفلة دي؟ طبب عليا زي اللي بيقفش بيته مع ابن الجيران تحت بير السلم كده ليه يا جدع؟ هو هيكون الكباري في مصيبة. فشر، اطمن يا صهلالة، الكباري ماشي 100 فل. مال انت جاي تقاطع الاجتماع عشان تسمعني الترمبيطة؟ مراتك يا صهلالة زوبة بتاكل اهل الحارة عندكو، وفيه ضحايا ومصابين كتير. الولية دي خلاص تهقت منها. عزيز، جهز لي 2 عمليات خاصة و3-4 دبابات وتوصى بالمظلات يا عزيز.
ليه بس كده يا زوبة بتمد ايدك على الناس ليه؟ ليه؟ انت اصلا ما بتاخديش بالك انك لما بتمد ايدك في مناطق تانية في جسمك بتلوش في اللي حواليك على اخوانا يا زوبة؟ بتغفلي اهل حتتك ليه؟ دول غلابة يا ستي. غلابة مين يا راجل؟ ده كان لازم اعمل كده من زمان. ثم انت متضايق ليه؟ هو احنا حد يقدر يعمل معانا حاجة؟ ده انت رئيس وزراء قد الدنيا يا ولية. اللي افترى وحش، ما انت شايفة منال مرات اخويا اللي هي مرات رئيس وزراء بحق وحقيقي. عمرنا حسينا انها متجوزة رئيس وزراء؟ ست هانم في نفسها كده، عمرها ما استخدمت البروز. بروز ايه؟ انا قلت بروز، انا عارف هم بيقولوها كده هناك، بروز ما اعرف ولا نفوس ولا النفوس. عمرها ما استخدمت نفوس جوزها. ايه صوت الزعيق اللي كان في الشارع ده؟ وايه الجثث المرميه في الحاره دي؟ وايه اللي حصل؟ لا مفيش عبده، مفيش يا حبيبي، ده قطر دخل بالغلط حارتنا وداس على الناس. المهم انت قول لي، لسه متضايق من حوار البت نواره دي؟ انا رحت لعمك بهدلته، بس في نفس الوقت الراجل كلامه بصراحه يعني في منطقويه في حاجات. برضه هتقول لي بطل غنى؟ يالا يالا، انا عايزك تفلح في حياتك وتنجح وتشتغل عشان اتخنه عيله ترضى بيك. هنشوف لك ساعتها يا سيدي عيله اتخن من امك، وبعد كده ابقى غني زي ما انت عايز. يعني انت شايف كده يابا؟ يعني انا شايف كده من زمان، انت اللي مش عايز تشوف. ده مين اللي بيخبط كده بس؟ تلاقيها عفاريت اللي انت كلتيهم جايين ياخدوا حقهم منك ويلبسوكي. عفاريت محترمه بصحيح، ما بتخشش من غير استئذان. مش بقولك غلابه؟ انتوا مين؟ انتوا مين يا اخوانا؟ واخدين رجلي ورايحين على فين؟ على فين؟